شيء جميل والله ان نشوف مثل هذه الفعاليات موجوده عندنا في مدينه جده، واكيد مثل ما قالوا الاغلب بانها فعاليه للصغار والكبار في نفس الوقت. لازم نروح كلنا فريق ساعه شباب المصورين والمعدين وعنود وصبري، ناخذكم كلنا نروح كذا مع بعض رحله للسيرك الايطالي. والله اجواء جميله جدا، ان شاء الله راح نستمتع فيها. عموما خلونا نروح مع بعض ايضا لاخبارنا لليوم من حول العالم. اول خبر معنا من الاحساء، اكبر مركز لتدريب النساء على قياده السيارات. طبعا راح يكون اكبر مركز لقياده السيارات في الشرق الاوسط ويقع في الاحساء، وتحمل اسم أكاديمية الشرقية النسائية لتعليم قيادة السيارات. التجهيزات اللي تم توفيرها بهذه الأكاديمية تشمل 115 مركبة و11 جهاز محاكاة تفاعلية تحاكي سيناريوهات القيادة الحقيقية. الأكاديمية يتم تشغيلها بنسبة 100% وتدعم من قبل شركة أرامكو. صراحة شيء جميل أيضا في نفس الوقت، صارت أحلى من مراكز تدريب السواقة للشباب. صراحة شيء جميل يحمس أن البنات يروحوا يتعلموا في نفس الوقت. خلونا نروح لخبرنا الثاني لحيوان لاما في حفل زفافة. هذه جماعة شاب من أو طالب جامعي من ولاية أوهايو الأمريكية قرر أنه يفاجئ أخته في ليلة زفافها. راح استأجر لها حيوان اللاما ولبسه بدلة عشان يظهر بالنهاية كأنه عريس، ولكن من الواضح أن شقيقته أبدا ما انبسطت أو حبت هذه المفاجأة، وفي النهاية توعدت شقيقها بأن في حفلة تخرجه من الجامعة راح تجهز له مقلب أكبر من المقلب اللي سوالها إياه في حفل زفافها. إلى خبر آخر، كثروا اللصوص في الفترة الأخيرة، إيش في؟ لص يصطاد عقد ذهبي في أستراليا. طبعا التقطت كاميرا المراقبة مقطع لسارق كان قاعد يصطاد بالسنارة. يا جماعة إيش في؟ قاعدين نشوف حيل جديدة في السرقة. قاعد يصطاد بالسنارة، وذكرت الشرطة أن اللص إيش سوى؟ حطم نافذة المتجر في وسط الحي التجاري، واستغرق اللص الصياد أنه يصطاد هذا العقد 3 ساعات تقريبا وهو يحاول بالصنارة بس يبغى يشبك العقد في النهاية. وقال المسؤول في الشرطة من الجريء للغاية أن يحضر أحدهم صنارة صيد، يا عندي مشكلة في الصاد والسين، صنارة صيد في منتصف الليل للسرقة. تحدي اللغة العربية كان في ذي اللغة في ذي الجملة عندي، صنارة صيد في منتصف الليل للسرقة. قولوها 5 مرات بالله أتحداكم. أنا ما ضبطت معي والله، صعبة. صنارة صيد في منتصف الليل للسرقة، صنارة صيد في منتصف الليل للسرقة. تجي مع الوقت، حاولوا تقولوها 5 مرات. المهم إلى غواص يحطم الأرقام القياسية لموسوعة جينيس. حطم الغواص بوريس ميلوسيك الرقم القياسي لموسوعة جينيس بعدما قطع 328 قدما سيرا على الأقدام تحت الماء، حينما طبعا غاص تحت الماء في مسبح مارينا كاستيلا. يذكر أن الرقم السابق كان للغواص سيرتان آيدين وبلغ 262 قدما في أبريل 2015. بعد هذا الخبر أنا راح أروح أفتح موسوعة جينيس وأشوف إيش الناس حطموا، وأدور لي أسهل شيء وأروح أحطمه عشان بس أدخل موسوعة جينيس. إيش الناس كل يوم ما شاء الله تبارك الله أقرأ خبر واحد أو واحدة داخلة موسوعة جينيس، بنشوف إن شاء الله. عموما كانت هذه آخر أخباري لليوم، ولكن يوميات كابتن توصيل مع رندا العمودي إن شاء الله بعد الفاصل.